تستطيع فنانة خرز أن تحفر ثقبا صغيرا من أعلى زاوية الخرزة إلى الزاوية السفلى المقابلة. إنها خرزة مكعبة، كل زاوية منها يساوي نصف سنتيمتر. فكم طول الحفرة التي صنعتها؟ وليفسر هذا بصورة صحيحة، دعوني أرسم الخرزة المكعبة، حيث أنني سأرسم مكعبا، مكعب كبير هنا. يوجد مكعبات كثيرة تعد أفضل من الذي أرسمه، لكني سأقوم بفعل أفضل ما لدي. لنرى، هذا أفضل ما يمكن القيام به، وأعتقد أنه سيفي بالغرض. إذا كان هذا المكعب شفافا، فيمكنك أن تتخيل الواجهة الخلفية له وأساس المكعب أيضا. إذا كان هذا المكعب شفافا، وقد قيل لنا أن كل زاوية إذن هذه من هذه الخرزة المكعبة يساوي نصف سنتيمتر. إذن هذه نصف سنتيمتر، وهذه نصف سنتيمتر، وهذه نصف سنتيمتر. ومن ثم قيل لنا أنه تم صنع حفرة من زاوية علوية من الخرزة تصل إلى الزاوية السفلية المقابلة في هذه الخرزة، من الزاوية العلوية إلى مقابلها في الأسفل. وأعتقد أنهم يتحدثون عن أطوال خط مائل يمكن له أن يمر في المكعب. نذهب من الخلف، من الزاوية العليا من هنا إلى الزاوية اليسرى السفلية المقابلة هنا. إذن هذا هو طول خط مائل، لذا دعوني أن أرسم هذا، سيبدو هكذا، هذه المسافة المطلوبة في السؤال. فكم طول الحفرة التي صنعتها؟ هذه هي المسافة التي علينا إيجادها. دعونا نرى كيف يمكن أن نفكر في هذا، وهذا شيء عادي نوعا ما، أعني أن نجد المسافة، طول خط مائل في المكعب أو أي شكل قائم الزوايا. والخدعة هنا هي أن نرى الشكل على أنه وتر مثلث، مع أن المثلث ليس واضحا تماما بالنسبة لكم بعد. وما عليك فعله لتفكر في هذا على أنه وتر مثلث قائم هو أن تتخيل طول خط مائل للوجه الأسفل من هذا المكعب. فكروا في هذا الخط المائل الذي أرسمه. إذن الخط المائل للوجه الأسفل من هذا المكعب، فإذا فكرت بهذه الطريقة فسيكون كل ما لدينا عبارة عن مثلث قائم موجود على المكعب. هذه زاوية قائمة، هذه زاوية قائمة، ونعلم ما طول هذا ويساوي نصف سنتيمتر. فإذا استطعنا إيجاد طول الجانب الموجود باللون البرتقالي، هذا الجزء سيتجه بخط مائل باتجاه أساس المكعب، ثم يمكننا استخدام نظرية فيثاغورس لإيجاد المسافة المطلوبة. هذا طول خط مائل في المكعب. الآن لنجد هذا الجانب البرتقالي، علينا أن نتخيل أساس هذا المكعب. دعونا ننظر إلى هذا الأساس، فإذا كنا في هذا المكعب ننظر إلى الأسفل مباشرة على الأساس، فسيبدو هكذا، سيكون لدينا هذا الجانب، دعوني أقوم بتلوينهم، فهذا سيجعل التخيل أبسط على ما أعتقد. لدينا هذا الجانب هنا، والذي سألونه باللون الأزرق، سأرسمه هنا. لدينا هذا الجانب باللون الأزرق، ولدينا هذا الجانب الأرجواني، كلاهما له طول نصف سنتيمتر، لذا سأرسمهما بنفس الطول تقريبا. ومن ثم لدينا الجانب البرتقالي الذي يتجه نحو أسفل قاعدة المكعب، وسأرسمه بنفس اللون البرتقالي المنقط هكذا. دعوني وسع هذا الجانب قليلا، ونحن نعلم أن هذه زاوية قائمة، هذا مكعب، إذن هذه زاوية قائمة، ونعلم أن هذا الجانب يساوي نصف سنتيمتر، وهذا أيضا يساوي نصف سنتيمتر. فإذا أردنا أن نجد الخط المائل أو هذا الطول، فيمكننا استخدام نظرية فيثاغورس. نعلم أن نصف تربيع إذا أسميناه، لا أعرف لنسميه إكس، نعلم أن إكس تربيع يساوي، الآن ما ناتج أو مجموع مربعات هذان الخطان يساوي نصف تربيع زائد نصف تربيع. أو إذا كنا نريد إيجاد إكس، فيمكن أن نقول أن إكس تساوي الجذر التربيعي. كم سيكون هذا؟
الجذر التربيعي لربع أي نصف تربيع زائد ربع آخر. الآن ما ناتج ربع زائد ربع؟ الجذر التربيعي لربع زائد ربع، إذا إكس تساوي الجذر التربيعي لربع زائد ربع أي 2 على 4 أو نصف. يمكن كتابة هذا على أنه 1 على الجذر التربيعي لـ2. الآن يمكننا إيجاد النسبة، لكنني أرغب في إبقائها على هذه الصورة، سأبقي الأشياء بسيطة. إذا هذه المسافة تساوي 1 على الجذر التربيعي لـ2، أو يمكننا القول أن هذه المسافة تساوي 1 على الجذر التربيعي لـ2. فإذا أردنا أن نرسم المثلث القائم، حيث أن المتر عبارة عن طول الحفرة، دعوني أرسم هذا المثلث هنا. إذا لدينا الوتر وهو هذا الشيء هنا، دعوني أرسمه هكذا، هذا الشيء الطويل. لدينا هذا الجانب الأصفر، هذا الجانب طوله نصف سنتيمتر، ومن ثم لدينا الجانب الذي أوجدناه هو الجانب X، هذا الذي يقع هنا. هذا الجانب عبارة عن زاوية قائمة، وقد أوجدنا هذا الطول، ويساوي 1 على الجذر التربيعي لـ2 سنتيمتر. الآن لإيجاد طول الحفرة يمكننا أن نطبق نظرية فيثاغورس مرة أخرى، ودعوني أرمز للحفرة هذه بحرف H. طول الحفرة، أو دعونا نضع رمز L للتعبير عن الطول، ثم يمكننا أن نقول أن L تربيع يساوي 1 على جذر الـ2 تربيع، هذا تطبيق لنظرية فيثاغورس، زائد نصف تربيع. ومرة أخرى نعلم أن هذا هو أطول جانب ومقابل الزاوية القائمة، فسيكون عبارة عن مجموع مربعات الجانبين الآخرين، وهذا يساوي، لقد حصلنا على L تربيع، كم ناتج 1 على الجذر التربيعي تربيع. حسنا، 1 تربيع يساوي 1، وجذر الاثنان تربيع يساوي 2، ومن ثم سيتكون لدينا نصف تربيع يساوي ربع. إذا L تربيع يساوي نصف زائد ربع، كم ناتج نصف زائد ربع؟ دعوني أقوم بها هنا، ويمكن أن أكتبها هكذا، 2 على 4 زائد ربع ويساوي 3 على 4، إذا الناتج 3 على 4. إذا لدينا L تربيع تساوي 3 على 4. إذا هنا نأخذ الجذر التربيعي لكلا الطرفين، ونحصل على L تساوي الجذر التربيعي لـ3 على الجذر التربيعي لـ4، والجذر التربيعي لـ4 يساوي 2، وهكذا انتهينا. طول الحفرة التي صنعت في هذه الخرزة من هذه الزاوية إلى تلك تعادل الجذر التربيعي لـ3 على 2 سنتيمتر، لأن كل ما تعاملنا معه كان بوحدة السنتيمترات.